علم الميكاترونكس إحدى أهم التفاصيل الأساسية في مستقبل الهندسة، وتستخدم كلمة ميكاترونكس للإشارة إلى استخدام الإلكترونيات في التحكم الميكانيكي. يعني نحن نتكلم اليوم عن مستقبل واعد للمختصين في هذا التخصص، واللي من بينهم أكيد المبتعث السعودي سلطان العنزي طالب التصنيع المتقدم والميكاترونكس اللي نرحب فيه من أستراليا. أول شيء أكيد أهلا وسهلا سلطان، ومنورنا في ساعة شباب، ونحن نتفهم أكيد فارق التوقيت ونشكر حضورك. وسؤالي الأول راح يكون عن رحلة الابتعاث والتخصص اللي بتدرسه الآن. أول شيء أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأشكركم على الاستضافة، وثانيا حاب أقدم رسالة شكر من جميع المبتعثين إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله والأمير محمد بن سلمان حفظه الله لدعمهم السخي للطلاب في الخارج. ثانيا أنا طالب هندسة تصنيع وميكاترونكس، طالب في السنة الأخيرة في جامعة ملبورن الملكية في أستراليا، وتم اختياري ولله الحمد كسفير للطلبة الدوليين في الجامعة. أما بالنسبة لمرحلة الابتعاث، أبغى أختصرها في جملة واحدة: مرحلة مليئة بالتحديات، صعبة ولكن ليست مستحيلة. أكيد طبعا، والله يقويك أكيد سلطان، ولكن ودنا نعرف أكثر، يعني ليش اخترت أستراليا تحديدا من بين كل الخيارات الموجودة؟ طيب، جوابا على السؤال نرجع شوي، أنا ليش اخترت أصلا أدرس برا السعودية؟ أنا عندي نظرة منذ الصغر أن الثقافات المختلفة يفكرون بطريقة مختلفة، فحبيت أعيش التجربة وأشوف كيف الأستراليين بشكل عام يفكرون ويحلون المشاكل، وممكن نجمع ما بين حلول المشاكل في المملكة وفي أستراليا بحيث أن نحل مشاكل أكبر وأصعب. بالنسبة لأستراليا، أفضل مدينة ملبورن تم اختيارها كأفضل مدينة الطلاب الدوليين لسبع سنوات متتالية. ما شاء الله تبارك الله. وأنا يعني ذكرت أن هذا التخصص من التخصصات المهمة جدا في البداية، لأنه أحد أهم التفاصيل الأساسية في مستقبل الهندسة، ولكن كيف ممكن نفهمه بشكل علمي أكثر؟ صحيح. طيب، عشان نسهل المعلومة على المستمعين، بنقسم المسمى إلى جزئين: هندسة تصنيع متقدم، وهي تحويل المواد الخام إلى منتج محدث أو جديد، وهندسة الميكاترونكس هي تصميم أنظمة ميكانيكية كهربائية. خلينا ناخذها على سبيل المثال على علبة المياه. مهندس التصنيع يهتم بالمواد المستخدمة لكي يحصل على جودة عالية بتكلفة قليلة. مهندس الميكاترونكس يهتم في خط الإنتاج اللي حطها مهندس التصنيع، ويضمن أنها توصل إلى المستهلك بجودة عالية. هذا اختصار للتخصصين مع بعض. جميل. وأنت ذكرت أن يعني هذا التخصص ممكن يخدم بشكل مباشر في تحول الدولة من دولة مستوردة إلى موردة عن طريق دعم الصناعة المحلية، فودنا نعرف كيف سلطان. صحيح، بنرجع وراء إلى ركائز الرؤية، وإحداها هي الاقتصاد المزدهر. فعشان يصير عندنا اقتصاد مزدهر لازم يصير في تحويل في الصناعة أو تحويل في الاقتصاد. والصناعة شيء مهم جدا عشان نبقى ونستمر في أكبر 20 اقتصاد في العالم اللي هو G20. وأحدى أهداف الرؤية هي تحويل المصانع لكي تصبح مصانع ذكية، بحيث أنه ممكن تنتج أكثر بتكلفة أقل. صحيح، ويمكن هذا أيضا يأخذنا إلى مراحل الدراسة وأيضا المناهج خلال السنوات اللي راحت، تكلمنا عنها أكثر. صحيح، ممكن في واحدة من الأسباب اللي ما ذكرتها في اختياري لأستراليا بشكل عام، أن الجامعات أو التعليم هنا بشكل عام يركز على ربط المعلومة في الجامعة إلى سوق ما بعد الجامعة وهو سوق العمل، ويربط أي مشكلة موجودة في المواد مع شيء خارج الجامعة. على سبيل المثال، مشروع تخرجي السنة هذه كان بالتعاون مع جامعة ملبورن الملكية ومركز تكنولوجيا المواد الدفاعية التابع لوزارة الدفاع، وهي أن نحصل حلول إلى مشاكل موجودة في الواقع،
والحمد لله حلينا مشكلة لمصنعين، هي نفس المشكلة ولكن بطريقتين مختلفة، لأن المتطلبات للمصانع مختلفة، وهذا خلاني أشوف المشاكل من زاوية مختلفة. ما شاء الله تبارك الله. طيب خلينا نتكلم بتفصيل أكثر عن المجالات العملية أو الجهات اللي تحتاج هذا التخصص بعد تخرجكم بإذن الله. بالنسبة للتخصص الهندسة التصنيع المتقدم والميكاترونكس ممكن يخدم في مجالات عدة، ولكن بركز على ثلاث جدا مهمة، وهي مثل ما قلت التحول الاقتصادي والصناعة ركيزة أساسية فيها، لأن ينبني على المعرفة في الصناعات والميكاترونكس. بالنسبة لهندسة التصنيع تخدم بشكل مباشر، هذه إحدى ركائز الرؤية، وهذا ممكن يخدم على سبيل المثال الصناعة، وهو عن طريق الصندوق الصناعي الذي سيحول المملكة العربية السعودية إلى منصة رائدة في الصناعة. أما في المجالات الأخرى يوجد المشاريع الكبرى كنيوم البحر الأحمر، وفي مجالات الاستشارية الهندسية المالية مثل PwC و EY. جميل، يعني واضح جدا من كلامك أن تخصص نحتاجه كثير عندنا في السعودية مستقبلا، ولكن هنا في نقطة مهمة في قرار الطالب المبتعث وهي لحظة الحيرة في اختيار التخصص. كيف كنت بتفكر وقتها سلطان، لو مثلا نسترجع هذه اللحظات مع بعض؟ والله هذا السؤال بياخذنا 4 5 سنوات ورا، وهي مشكله يعاني منها جميع الخريجين في المملكه العربيه السعوديه خريجين الثانوي، وهي اختيار التخصص، لان اختيار التخصص راح يفتح لك طريق 15 سنه قدام ويحطك على مسار واحد تمشي فيه للنهايه. صحيح. فالحيره انا فعليا اقسمها على دائرتين، صغيره وكبيره. الدائره الصغيره البيئه والمحيط، وهو الدعم الاسري ايضا. أنا منذ الصغر كان عندي حلم أني أصبح مهندس، ولله الحمد أسرتي دعمتني لكي أصقل مهاراتي بحيث أني أكون جاهز إلى ما بعد الثانوي. الله يحفظهم ويخليهم لك ويرجعك لهم بالسلامة يا رب سلطان. آمين يا رب. والدائرة الكبيرة اللي هي حكومتنا الرشيدة، وهي أكبر الداعمين لتحقيق أحلام الشباب. وأنا وقتها في اختيار التخصص قريت مجالات الرؤية وركائزها، وبناء عليها اخترت تخصصي. جميل جدا. طيب هل مثلا عندك شغف معين بتشتغل عليه من الآن تمهيدا لمرحلة ما بعد التخرج؟ صحيح، أكبر شغف عندي أني أكون من أكثر المساهمين في تحول المملكة العربية السعودية إلى منصة رائدة عالميا في الصناعة ومنصة لوجستية عالمية. وأحب أسألك سؤال، وش شعورك لو تشوفين منتج مكتوب عليه صنع في السعودية؟ الله، يعني هذا شعور فعلا يمكن كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطاهرة يتمناه، وشعور بالفخر، ونحن دائما ندعم المنتجات المحلية والصناعة المحلية، ونتمنى فعلا كل شيء نلبسه اليوم، كل شيء نمسكه اليوم هو صناعة بأيدي سعودية وصناعة محلية، وأكيد نفتخر كثير بهذا الأمر سلطان. صحيح، ما في شك، وكلنا نفتخر في نفس الشيء. ومن أكبر طموحاتي أيضا أن أكون داعم لجملة من صنع في السعودية إلى العالم بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. أكيد، وفي شباب كثير اليوم بيتابعونا، وأتوقع يحتاجوا نصيحتك في أكثر التخصصات اللي نقدر نقول بأنها مطلوبة في المستقبل، بإيش تنصحهم سلطان؟ بشكل عام يا رب نكون قادرين نغير حياة واحد من اللي يتابعون الأفضل يا رب. آمين. بشكل عام اتبع شغفك، إذا ما اتبعت شغفك ما راح تتطور، لا على الصعيد الشخصي ولا على الصعيد المهني. التخصصات أول كانت مفتوحة بشكل كبير، ممكن الواحد يدرس أي تخصص، لكن اليوم التخصصات جميعها مربوطة بشكل مباشر أو غير مباشر مع الرؤية والله الحمد. فأنا أنصح جميع الطلاب في الثانوي يتبعون شغفهم أولا، يستشيرون، وثالثا يقرؤون عن مجالات الرؤية، ممكن ينفتح لهم مجال ما كانوا يعرفون عنه. جميل، نصايح مهمة جدا نختم فيها لقاءنا معك، وأكيد نبارك لك التخرج من بدري سلطان، وترجع لنا بالسلامة، ويعطيك ألف عافية على وقتك، نورتنا وشرفتنا في البرنامج. الله يعطيك العافية وشكرا على الاستماع. شكرا.
مشاهدينا مكملين معاكم اكيد، فاصل قصير وراجعين لا تروحوا بعيد.